بالنسبه لقاطع عمليات صلاح الدين لا توجد عندنا محطات تم استهدافها. المحطه اللي استهدفت حقيقه هي كانت في قاطع عمليات سامره. احنا عندنا محطه بيج الحراريه الغازيه حاليا تعمل، وعندنا 187 برج نقطه طاقه الكهربائيه باتجاه زياره موصل. هذا تامن حقيقه قبل 5 ايام. نعم استهدف لانه كان في عمق الصحراء، يمر في عمق الصحراء غرب ناحيه تلول الباج، لكن صار 5 ايام حقيقه قطعاتنا امنت هذا الخط، وكذلك مفارز الكهرباء تشتغل في هذه الابراج، وتم تصليح 3 ابراج حاليا. برجين ان شاء الله منها اليومين تكمل ان شاء الله. هذا القاطع الغربي. القاطع الشرقي اللي هو الحدود الفاصله مع فئات عمليات سامراء باتجاه الدور وباتجاه ابو عجيل وباتجاه كركوك، خط من عبد الله ال 132، هذا حقيقه كذلك استهدف مرتين بعيد عن القطاعات حقيقه، لكن احنا عندنا قطاعات حاليا من قياده الشرطه وكذلك من قطاعات الحد الشعبي تم تامينه، وحاليا الخط شغال. عندنا بعض